إذن مكملين معكم مطبخ رؤية مع نبيل، والآن الطبق الرابع، طبق كثير هيلثي، سلطة الخضار المشوية. خلونا نشوف مقاديرها ونبدأ فيها مباشرة. بدنا 2 كوب خضار مقطعة مكعبات أو جوليان، كل من بصل، جزر، كوسة، فلفل، كراث، بندورة، تشيري إلى آخره. بدنا ملعقتين زيت زيتون، وبدنا 2 ملعقة كبيرة من الخل البلسمي، وطبعا بدنا أكيد بدنا ملح وبدنا فلفل. مباشرة نبدأ في عملية شواء لهالخضروات الطيبة. وكونه أنا عندي المقلاة كثير سخنة، فمش راح أضيف الزيت في الأول، راح أضيف الزيت بعد شوي. هاي جزر، هاي كوسة، اوكي، هاي فليفلة، هسا بتشوفوا كيف حصير في أكشن هون. هاي الكراث روعة، وهي البندورة. وشوفوا الآن شو حصير معنا لما نضيف الزيت. هيا ولعت ولعت، مظبوط، شايفين كيف؟ سامعين الصوت؟ بدنا نسوي عملية شواء لكل هالخضرات الطيبة، ونعملها سلطة مع الخل البلسمي. هون مباشرة راح أضيف عليها الملح، ونضيف عليها الفلفل الأبيض. شوفوا المنظر محلاه للناس الفيجيتيريان اللي بيحبوا ياكلوا أكل. شوفوا كيف؟ على طول بلش عندي الخضار يطلع الريحة الطيبة وتبلش تاخذ لون. ما بدي احركها كثير، خليها تاخذ الشواء. او شوفوا كيف المنظر هون، اخذت شوية شواء هون من فوق مقلاة كثير سخنة. بالاخر راح اضيف عليها شوية من الاعشاب المفرومة، ممكن اضيف عليها الشايفز والتراجون، ولكن فيش عندكم البيت استعملوا زيي زي حالتي، انا مستعمل شوية زعتر ناشف، هيطلع الامور روعة. بس الزعتر راح اضيفه في اخر لحظات الشوي، وكمان راح اضيف عليها صلصة الصويا صوص، لكن بالاخر مش الان. خلينا نقلب ونشوف. ما شاء الله طعم روعة، بدي طعم الشواء كمان ينزل او يدخل جوا المقلاة، لانه هاي السلطة مش مطبوخة طبخ، هاي السلطة بدي اياها يعني تنشوى شوي، وبرضو يظل فيها حيل، يعني يظل فيها انه فيها تكون مقرمشة. لما اكل الجزر احس الجزرة بعد ما استوتش 100%، لكن لسه فيها لونها وفيها نكتها وفيها طعم. اذا نذكركم اليوم عملنا كرات اللحم من نبيل بصلصة البندورة والسباجيتي او الباستا، قدمناها مع البقدونس المفروم ناعم، وأضفنا عليها جبنة البرميزان وأوراق من الحبق المفرومة. بدت عندي هون الأمور تصير طيبة، راح أظلني أشوي فيها لحتى علي يحكي لي ما فيش معك وقت. يا سلام، روعة روعة يا علي. خلونا نرتب الأمور، إحنا لون ولا أروع منه. هاي كمان شوية من الملح لأنه ما خش كله ملح. أوكي، إذا عرفنا كيف بنسوي الغريبة. كوبين طحين، نص كوب سكر ناعم، كوب زبدة. طبعا لما نحكي كوب زبدة يعني اصبعين زبدة، لانه الكوب 200 جرام، فتقريبا فيه بكون الاصبع واحد 97 جرام تقريبا، وفي شيء بيكون منه 100. فاصبعين زبدة او كوب من الزبدة مع كوبين طحين ونص كوب من السكر الناعم ونصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم. نعجنهم كلهم مع بعض، بصير في عندي عجينة. هاي العجينة بشكلها بالشكل اللي بدي اياه، وبزينها بالشكل اللي بدي اياه. شوفوا كيف الخضرة، في خضرة عندي صارت هيها انشوت، صارت جاهزة انشوت ولا اروع منها. هي تقريبا صارت جاهزة، زي ما حكيت لكم راح اضل اشتغل فيها حتى يضل بس دقيقة واحدة يقول لي علي خلص مش معي وقت عشان اسكبها وتظل سخنة ونقدمها مباشرة.
الآن إضافة الخل البلسمي في آخر لحظات الشواء، حتى أنه هذا الخل حيعطيني نكهة كثير طيبة ومعتقة. هو طبعا مصنوع من العنب الأسود، والفكرة في عملية تخزينه، كل ما صار قديم أكثر كل ما أعطاني نكهة طيبة. أوكي، خلونا الآن نضيف الزعتر اللي حيعطيني طعم كثير لهالسلطة الخضار المشوية. نعملنا تقليبة صغيرة وبسيطة، ونحكي مساء الخير لأختنا عايدة. كيفك يا عايدة؟ السلام عليكم. يعطيك يا هلا، يا حي الله، يا هلا فيكي. يعطيك العافية شيف، معلش لو سمحت. يعافي عمرك، تفضلي. بدي أسألك على الغريبة. نعم. في لها طريقة يعني للبس للعجن ولا بس هيك بسرعة؟ ولا شيء، خلطيها بس الزبدة تكون على جو الغرفة، ما تكونش سايحة، ما تكون جامدة، تكون لينة. اعجنيها زي ما قدامكم، صار قدامكم عجنت على السريع وشكلت على السريع، وهاي هي بس، ما في شيء. يلا اوكي، دم شوية من الخل البلسمك، سمعين الصوت، وهي السلطة صارت امورها جاهزة. خلونا نسكبها مباشرة بالصحن، احلى سلطة مشوية ممكن نقدمها على الفطور. شايفين كيف؟ اشي رائع جدا جدا جدا. اوكي، هيها شوفوا الروايح، يعني ولا اطيب منها. الناس اللي بيحبوا هاي الخضار او الناس الفيجيتيريان، ممكن حتى الناس الهيلثي اشوي معها صدر دجاج، حيطلع الامور ممتازة وإشي رائع جدا. إذا أطباقنا اليوم صارت جاهزة، فطر بالدجاج والصلصة البيضة، وعملنا السلطة، وعملنا الغريبة، وكمان عملنا كرات اللحم من نبيل. إذا أعزائي، اليوم مطبخ رؤية مع نبيل خلص. إن شاء الله مستمرين معكم في بكرة، في حلقة بكرة في نفس الموعد. لبكرة بحكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.